إن شاء الله راح نتكلم عن جفاف الفم. يعد جفاف الفم حالة مرضية شائعة الحدوث عند كبار السن، والتي قد يعني تنتج عن تناول بعض أنواع الأدوية أو كعارض من عوارض أحد الأمراض التي يعاني منها كبار السن. إن أهمال علاج جفاف الفم يعني طبيعي سيلحق الأذى بالأسنان، وأيضا على مستوى اللثة ممكن يدمرها تدمير كامل. لذلك سيقوم طبيب الأسنان في العادة عند زيارته بوصف أدوية أو طرق علاجية عديدة لترطيب الفم، وبالتالي منع أي مشكلات قد تواجه الأسنان في المستقبل. وننصح أيضا مراجعة الطبيب المختص في هذا المجال. وكثرة شرب السوائل لترطيب الفم مع ترك بعض الأطعمة التي تجفف الفم وتعمل على عدم ترطيبه. إلى هنا انتهت الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.